يعني عليك يا بنتي يا منال وعلى طبيخك والنبي عسل. يا ستنا يا ستنا، الفراخ طابت واستوت وطلبت ابن الحلال. يا ستنا انتي مش سامعاني ولا ايه؟ مردودة يا لهوي، انتي في خلوة؟ مردودة يا سيدي الناس، مردودة. قلبك مسامح، قلبك مسامح وعفوك كبير. انتي في خلوة يا ستنا؟ اعمل ايه في جهلك يا بنت الجزمة؟ وانا اعرف منين يعني يا ستنا؟ هو انا لو اعرف كنت استجريت ناديت عليكي حتى؟ يلا معلش هاخد الشر وراح. ياخدوا فنجك 60 نيلة، ما الشر في وشي اهو. معلش بقى، سيبيه قايل ساعتين كده وهو هيرجع تاني على طول. هو الخادم اللي يشوف خلقتك هيعتبها تاني؟ ان شاء الله ما عتبها يا ستنا. هو في حاجة جابت لنا الفقر ونحاستنا غير الخدام العيرة دول؟ عيرة؟ يخرب بيتك، تفي يا بنت من بقك بسرعة. انت يا بنت اتهبلتي ولا جسمك اترصد ولا قل جرالك؟ اتبصرت يا ستنا، اتبصرت وشفت السر بعيني وجايبالك خلاصة السنين. سر ايه موقوسة انت كمان؟ سر العدو يا ستنا. عدو مين يا بيت؟ العدو يا ستنا اللي نايم في وسطنا واحنا مش حاسين لا بقيمته ولا بكراماته. سيدنا العدو بتاعنا ده؟ هو بعينه. انا اصلي كنت ناوية اقولك على اللي شفته امبارح بس النوم غلبني. يا لهوي يا ستنا على اللي شفته في المنام، يا لهوي. يا بنت انا مش فاهمة حاجة من الخطرفة دي، ما تتكلمي عادل. هقولك، امبارح بعد نص الليل كده كنت قاعدة بشرب سيجارة ومهوية الشباك على قد سنية كده يعني. قوم ايه بقى؟ المحلك الواد محروس بيتمشى على طراطيف صوابعه في قلب الحارة وبيأمنها كلها بعينيه. وأول ما اطمن إن الدنيا هص، قرب من ضريح سيدنا العدو ولازق صدره في الباب وفضل مكفي بوشه كده لحد ما الحاج فواز خبط على كتفه. أما نفوت حتة نفضة زي اللي طالع عمود كهربا. يا سلام، طب ودي فيها إيه يا فالحة؟ ما جايز هف الشقة راح يقرأ له الفاتحة ولا حاجة. فتحة ايه يا ستنا وهو مرابط في الزاوية بتاعته وبيخدمه ليل نهار؟ قصدك ايه يا بنت ما تفهميني؟ بيعزم يا ستنا. بيعزم؟ طب ورسول الله محروس ابو خطوة واخد عهد كبير قوي من سيدنا العدو، وهو اللي انا شفته في الرؤية امبارح. وش مدور كده يا ستنا زي الرغيف البلدي ودقن بيضة طويلة لحد السرة. قال لي ده سر يا منال، سر العدوي في دراع محروس. ما فاتش ساعتين بعد ما صحيت وشفته وهو بيرفع الميكروباص وبينادي بعزم ما فيه يا عدوي، اتاكدت ان هو. فرج هو عايز ايه في التطين ده؟ مش خلاص لعف الزياده في الايجار وخدها من دمنا ودم ولادنا؟ ايجار؟ بطلي هبل بقى يا ناديه، بطلي هبل. انا كنت فاكر زيك كده ان الايجار ده اخر الاحزان. هو في حاجة أكتر من كده كمان؟ آه، فرج الشحات باع البيت وقابلني على القهوة هو والمحامي، والمحامي اللي معاه عرض عليا 15,000 جنيه ولم عزالي. إيه؟ عرض 15,000 جنيه ولم عزالي من هنا. 15 إيه؟ ده اتجنن ولا اتجنن؟ دول ما يجيبوش عيشة في الدويقة. بعدين يا أخويا أنت مالك كده شاغل نفسك بالهبل ده ليه؟ هبل؟ هبل إيه؟ ايوه هبل وستين هبل كمان. الله، هي سايبه ولا سايبه؟ ده القانون بيقول. قانون ايه؟ قانون ايه بس يا ناديه؟ بالراحه عليا، راح عليا. قانون ايه يا بنتي؟ فهميني، بقول لك فرج الشحات باع البيت لمقاول كبير قوي في المنيره، فهماني؟ وقالها بالمفتشر كده قدامي ورماها زي الدبشه. اللي مش هيسيب شقته من السكان هيجيب للبيت امر ازاله وحينه كسوه. يعني ساعتها بقى انت وانا والعيال نقعد في خيمه من خيام الايواء. يا نهار اسود، وهنعمل ايه يا ابراهيم؟ الايه ولا ايه؟ سيبينا افكر بقى. فكر يا اخويا فكر، استغفر الله العظيم. يلا يا ناديه قومي اعملي لي العدس اللي هطلع بيه للاستاذ غزال. غزال ايه بس وعدس ايه دلوقتي يا ابراهيم؟ احنا في ايه ولا في ايه يا اخويا؟ بقول لك قومي اعملي العدس، يمكن اخر خميس هصاروا فيه مع اصحابي. يا اخويا بعد الشر عليك، تفهم من بقك. الله، قومي اعملي العدس بقى. لا طيب بس اهدى انت كده، بس اهدى. استغفر الله العظيم يا رب، عارفة الهم ده كان مستخبينا فين بس يا رب. هنتربى انا والعيال في الشارع، انا والعيال هنتربى في الشارع.
حاره ونعم الحاج. يعني ان شاء الله. الله يستر الطريق. خلي بالك خلي بالك. مع السلامة. لك يا مولانا المطرح كله غتعة تقولش لعدوك عليها. رضا الحمد لله. درست الأرضية ونفضت السجاد ولمعت الجدران وزحت الميضة. واللي رد فرستها كلها. وأي رد مع ما جربتها بس ولا بتاع الكشاف الجديد الصغير ده مش هيمشي يا مولانا مش هيمشي. هو يعملوا حبات كده حسبي الله ضميره. مش ناوي ترضينا يا مولانا ولا ايه؟ ها؟ مش ناوي ترضيني ده انا خدامك وحبيبك. مش انا خدم ضريحك. مش انا عاشق لسيرتك من قبل حتى ما تحصل الصلة خالص. ليه؟ سلام على سيرتك يا مولانا. ويقف ايه؟ اي ظلم يقف قدامه. سلام عليك. لو زاد بقى هي خلاص شباب اللي عرفناه بقى اللي هم يعني ستنا بقى والحب بالنسبه للحب بقى يعني انا طمعان بقى طمني يعني هي إيه اشاره كده نفهم بس رسم رجلنا يعني قلت لي كلام غريب كلام زي العسل بس كلمنا على قد فاهم يا مولانا قلت لي أبو عروس أما تحب هتعرف نفسك ماشي بابا هتحب هتعرف ربك ماشي وأما تحب هتعرف تعيش. ايه ايه معنى الكلام ده؟ طب احنا خلاص ما فهمنا بقى يعني الحب يعني برضه كلامك يعني بتتكلم في كل حاجه ما شاء الله يعني اكيد مش قصدك بقى الحب بتاع القطط والكلاب والزرع والمخلوقات كلها بتاع ربنا انت قصدك حبيب مين بقى؟ مين بقى اللي مين اللي هتحب عروسه بخاطر عمرو كده يعني مثلا هتحب ايه بقى؟ يعني هتقف لي بقى الحكايه دي هتقف لي مثلا لقمه في الزور يعني هو لازم احب واعمل كده علشان وهي مش عارف ربنا يعني مثلا لا اله الا الله الا اما احب احب مين بقى؟ يعني في ربنا الحمد لله قوي يعني او جنابك بس تقصد يعني ماشي ماما اوتيتم من العلم القليل ماشي طب دورنا بقى يعني احب ايه؟ بس قلبي كده بيقول لي يعني انا برضه ولا برضه في عشره يعني ما بيتفهم كلامك يعني قلبي بيقول لي كده انك تقصد الحب اللي هو الحب العب ده يعني ف احب مين بقى؟ عشرة افتح يا سمسم خدتيني يا نجلاء في ايه؟ فرجت يا سمسم فرجت يا بنت المحظوظة فرجت ازاي انتقر؟ لا ارمي بوادك الاول مفيش حاجة ببلاش عارفة لو موتيش اللي عندك بعد الخضة الزفت دي انا هعمل فيك ايه؟ خلاص هقول اهو انتقي العرق الفرنساوي اللي مدوخك يا قمر مارجريت؟ اتحرر محضر باسمها في اسم الهرم محضر اتفرم قبل ما يوصل للنيابه بخمس ساعات طب شكله ايه المحضر ده يعني معاها ولا ضدها؟
مجني عليها في واقعة تحرش ونصب ومحاولة خطف أنثى. لا بتهزري. بتهزري صح؟ عارفة لو بتهزري أنا دلوقتي أنا هعمل فيك إيه؟ يوه رقم المحضر أهو. وبقول لك إيه؟ أنتِ سنانك واكلاكي على العض كده ولا إيه؟ هو أنتِ بتسنني ولا إيه؟ سلام.